الحمد لله. يعني يمكن احنا الماتش اللي فات البدايه كانت حاولنا ان احنا الشغل اللي احنا اتعامل معانا اسبوع او بالظبط تحديد اسبوع لاعداد للبطوله اشتغلنا كويس المباراه اللي فاتت مع نيوزيلندا وحققنا يعني بدايه بالنسبه لنا التكتيك والشغل اللي احنا كنا عايزين نوصله للاعبين بعد تغيير طبعا الجهاز وان اللعيبه اتعرفت على الشغل اللي احنا ان انا او الفكر اللي انا عايز اشتغل بيه الحمد لله ادوا بشكل كويس. وزي ما قلنا ان الاحتكاك للبطوله دي كان مهم جدا وانا راضي عن البدايه الاداء والحمد لله النتيجه ربنا ادانا النتيجه معنويا تفرق كتير معانا. وانا شايف البطوله يمكن البطوله خدت اهميه كبيره يعني اهميتها اهميه كبيره من فيفا اصلا زائد قوة المنتخبات اللي موجودة سواء كرواتيا أو نيوزيلندا أو تونس. الحمد لله البطولة اتلعبت في ملعبنا وفي استاد فاف يعني الكرة المصرية والرياضة اتعمل في العاصمة الرياضية العاصمة الإدارية وأعتقد إن وجود الجماهير في المباراة اللي فاتت كان إيجابي جدا معنويا للاعبين. إن شاء الله المباراة النهائية مع كرواتيا الجمهور هيفرق كتير جدا معانا ان شاء الله. بالنسبه للاداء طبعا انت عارفين ان منتخب كرواتيا من ثالث العالم ومنتخب كبير وعنده لاعبين على اعلى مستوى في انديه كبيره على راسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكل الانديه اللي موجوده في اوروبا. فاعتقد المباراه مفيده وعايز اوصل معلومه ان البطوله نفسها ان شاء الله يعني بالاداء الايجابي والنتيجه الايجابيه اللي هتحصل ان شاء الله زي ما حصل في نيوزيلندا وان شاء الله في كرواتيا الغرض منها فعلا معنويا والاستفاده الفنيه واللي تخلينا ان شاء الله نسعى للهدف بتاعنا في تصفيات كاس العالم وان شاء الله كاس الامم 2025. خلينا من امام عاشور الاول. الامام يعني من اللعيبه المهمه جدا يعني زي ما انتم شايفين طبعا يعني ربنا ان شاء الله بالدعوه والسلامه المنتخب والنادي النادي الاهلي. تخيل في قبل البطوله زيزو اتعور وبعد كده امام عاشور من اهم الاعمده وزائد كمان الناس زي ما قلت رمضان صبحي كان موجود زائد في الاساس محمد صلاح لظروف الطبيه دي خيارات كانت مهمه جدا يعني اعمده اساسيه جدا لدى الفريق وكان اكتر على ذلك صراحه كمان. لكن انا قلت ان منتخب مصر رغم انه بيفقد من اهم اللعيبه اللي موجوده في الجيل الحالي لكن انا عندي مبدا منتخب مصر مش منتخب مصر كبير وكل اللعيبه اللي موجوده تعوض غيابه ان شاء الله. واحنا وانا طمنت على امام في نفس اليوم لما راح المستشفى قال يعمل عمليه معاهم عملها الحمد لله الصبح في المستشفى فطمنا عليه ان هي العمليه نجحت والوقت احنا حددنا طبعا الدكتور اللي عمل العمليه زائد العلاج الطبيعي التاهيل ان شاء الله تكون انت عارف الامكانيات موجوده واتحاد الكوره متابع ويهتم بالعمليه طبعا وان شاء الله المهم يرجع لان الحمد لله يمكن في وقت عندنا ان شاء الله لحد شهر 6 مباراه بوركينا فاسو فان شاء الله يكون معانا هو وزيزو وكل مجموعه محمد صلاح ومروان وكل الناس اللي هي عناية عليهم في الدوري ان شاء الله يكون يضاعف حياتهم ان شاء الله.